متواصلين مع حضراتكم وحياتنا بنروح معاكم لفقرتنا الحوارية التانية في حلقتنا النهاردة اللي بنتكلم فيها عن دور البرمجة والتكنولوجيا بالنسبة للشباب وارتباطها بسوق العمل. بيسعدنا للحديث عن هذا الموضوع يكون في ضيافتنا في حلقتنا النهاردة مهندس أحمد محمد إبراهيم مطور نظم وتطبيقات. أهلا بحضرتك شرفتنا باشمهندس أحمد. باشمهندس الأشكال الحديثة للتكنولوجيا واللي ابتدينا نسمع عنها بكثرة في الفترة الأخيرة وداخلة في كل حاجة في حياتنا تقريبا وعايزين نتكلم عنها بالنسبة للشباب أكتر. والله هي للشباب أكتر يعني بتدخل عندنا فيها ليها شقين. الشق الأول صناعة الهواتف المحمولة بنطور فيها بشكل يعني سريع في الفترة الحالية ودخل معنا كمان الذكاء الاصطناعي عليها فطورت معنا من دخلت في إن هي بتساعد في توظيف الشباب عن طريق توظيفهم هم نفسهم في الشركات دي. بس عايزه مواكبه للتكنولوجيا لان طبعا التكنولوجيا العجله بتاعتها اسرع حاجه دلوقتي يعني كل ساعه دلوقتي في جديد في التكنولوجيا فمحتاجه ان احنا نواكبها عشان نعرف يعني اخر التطورات فيها ايه عشان نعرف نستخدمها صح لان هي ليها ايجابيات وليها سلبيات. طيب عايزين نتكلم كمان عن سلبياتها لانه الناس بتروح تدور على الايجابيات فقط في انها بتساعد الشباب على انه يتوظف وعلى انه يلاقي مجالات وفرص عمل كويسه لكن في نفس الوقت برضه هي ليها سلبيات. عايزين نتكلم عن السلبيات في الاول قبل ما نروح لسوق العمل ونتخصص في المجالات الخاصه بالتكنولوجيا والبرمجه. والله هي السلبيات بتاعتها الحاجه الاولى طبعا استخدامها بطرق غير صحيحه. الحاجة التانية ان احنا ما نوكبش السرعة بتاعتها لان احنا لو يعني لو غفلنا عنها لحظة في التطور بتاعها يعني مثلا هي بتخلق لنا فرص عمل لو احنا ما واكبناش التطور بتاعها بدل ما بتخلق فرص عمل بتعمل ازاحة لفرص العمل. أيوة. يعني بتجيب نتيجة عكسية بتبقى معوق لفرص العمل. فدي اكتر السلبيات الظاهرة للتطور التكنولوجي بتاعنا. طيب بالنسبه لسوق العمل بقى هنقول انه الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثه ابتدينا نشوف مجالات جديده بتتفتح وظايف جديده بتبقى موجوده لدرجه ان اصبح الشاب دلوقتي مش محتاج حتى ان هو يروح مكتبه علشان يشتغل. كتير بنشوفهم بيشتغلوا على اللابتوب في البيت في مكان عام في اي مكان ويقول لك انا بشتغل وبيدخل دخل كويس جدا. عايزين نتكلم عن المجالات دي ومدى تطورها وازاي دخلت بشكل قوي داخل المجتمع. اصل هو حضرتك بصي التطور اللي احنا فيه حاليا خلانا ان احنا مثلا يعني اكتر حد ممكن يكون مستفيد من استخدام التكنولوجيا هو مثلا مصمم الجرافيك. ده اكبر بالزبط. مثال يعني بالزبط. ده اكتر واحد شغله ممكن يكون من البيت لانه بيشتغل على مواقع كتير وبيعمل تصميم بياخد بيعرض وبيشتغل بيبيع التصميم على الاونلاين مش بيحتاج ان هو ينزل مكتب او صحيح. عندنا مثلا التصميم الجرافيك عندنا هو حتى لو احنا ما ذكرناهمش بالتفصيل لكن عايزين نقول ازاي هم بقوا مساهمين وازاي التكنولوجيا والبرمجه بقت فارقه في المجتمع دلوقتي. والله يعني التعليم حاليا من اكتر الحاجات اللي ساهم فيها التكنولوجيا حاليا التعلم عن بعد الدراسه اونلاين يعني مثلا حاليا الطالب تابلت بيمتحن على التابلت خلاص مش محتاج كتب ولا محتاجين فكل دي مساهمات للتكنولوجيا في حياتنا. يعني الذكاء الاصطناعي وبقى منتشر جدا وابتدينا نشوف ان هو داخل في مناحي كتير جدا في حياتنا في الصور في تركيب الاصوات في اشياء كثيره جدا. ازاي ممكن نستفيد منه في سوق العمل نفسه؟ والله هو الذكاء الاصطناعي حاليا يعني ممكن الشباب دلوقتي الاغلبيه بينشئوا قنوات اليوتيوب مثلا عن طريق الذكاء الاصطناعي. انا لما بدخل على مواقع الذكاء الاصطناعي بكتب الوصف اللي انا عاوزه للحاجه اللي هعملها بينشئ لي الحاجه بتاعتي بدون ما يعني من غير ما استخدم فيها اي صور او اي ادوات بمجرد ما بكتب الوصف بس. فبيستخدموها حاليا اكتر حاجه حاليا بيستخدموها فيها مثلا ان شاء الله ودي تعتبر
حاجة في سوق العمل برضو، يعني في شباب حاليا بتستخدمها كسوق عمل ليها يعني. ما تمام. التكنولوجيا الحديثة وإزاي ممكن تفيد الشباب في إن هم تخلق لهم فرص عمل جديدة؟ والله عن طريق ان انا زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان انا اواكب التطورات، لاني طول ما انا مطلع او يعني ان انا اخش اطور مهاراتي عن طريق الانترنت مثلا او التدريبات، ممكن انا ادخل اخد تدريبات اونلاين، كل ده شغال اونلاين دلوقتي، فمش محتاج ان انا انزل يعني، بس محتاج ان انا اخدها التدريبات دي اواكب يعني ما افضلش واقف مكاني واستنى، لاني زي ما قلت لحضرتك الحاجه يعني بتتطور بسرعه، التكنولوجيا بسرعه طبعا رهيبه يعني، ما طبعا فلو انا اتاخرت يوم ان انا اتعلم حاجه جديده فخلاص هيفوتني حاجات كتير. هيفوتني حاجات كتير طيب مش ممكن عارف. حد بيتفرج علينا دلوقتي يكون ما عندوش فكرة عن التكنولوجيا الحديثة، يقول لك يعني ايه برمجة؟ يعني مفهوم البرمجة هو ايه؟ مفهوم البرمجه هي مثلا يعني حد حضرتك مثال بسيط جدا، مثلا انا مثلا الصبح ابسط مثال يعني على الساعه 8 الصبح مثلا، تمام. دي برمجه، انا برمجت نفسي على الميعاد ده. طيب ظبطت المنبه، لما ظبطت المنبه ورن في الميعاد ده انا برمجته ان هو يرن في الميعاد ده، فبالتالي الاجهزه بتاعتنا الموبايلات او الكمبيوتر او بتبقى واخده اوامر زي كده او تعليمات مكتوبه بتطلع في هيئه برمجه، يعني سواء اوامر بسيطه اوامر معقده، المهم ان هي بتطلع في هيئه برمجه بقدر استفيد منها بقى عن طريق الهاتف المحمول، عن طريق الكمبيوتر اللي عندي في البيت، اللابتوب، ايا كان. بنشوف في ايدينا كلنا موبايلات، والشباب كلهم في ايديهم موبايلات، وبيبقى عليها تطبيقات كتير جدا وبرامج كتير، وبتبقى فيها حاجات مفيدة كتير، بس احيانا بيكونوا عارفين يستعملوا معاها واحيانا لا. ازاي ان انا افعل التطبيقات دي والبرامج دي بحيث ان انا استفيد منها اكبر استفادة ممكنة؟ عن طريق التدريب الاول على الحاجه دي، لاني انا لو ما اتدربتش على الحاجات دي عمري ما هعرف استخدمها، فدلوقتي ممكن ابقى بستخدمها كده كهوايه مش برضو مش مستفيد، لازم التدريبات لمواكبه التطورات دي، لاني برضو البرامج يوميا بينزل برامج جديده وكل ساعه، وساعات بنسيء استخدامها كمان، مش بس مش عشان عارفين احنا مش نستخدمها. متدربين عليها قبل ما ناخدها. أهم حاجة في التطور التكنولوجي التدريبات دي. فكرة ان البحث عن اي شيء اصبح سهل دلوقتي، انا بدخل على جوجل او على اليوتيوب بلاقي اي معلومة انا عاوزاها في اي مجال وبالتفاصيل، وبدخل على معلومات اكثر دقة. هل حضرتك شايف ان ده برضو ساعد ويساهم في انه الشباب يلاقوا فرص عمل ويلاقوا تدريب كافي يأهلهم للفرص اللي جاية في المستقبل؟ طبعا، بس برضو مطلوب من الشاب نفسه ان هو يدخل ويبحث، يعني مثلا زمان ما كانش فيه الكلام ده، كان طبعا. الشاب بينزل يلف على مكاتب العمل ويلف على لا، الامور كلها اختلفت. ويدور ويدور في الشركات وينزل يلف، لكن دلوقتي خلاص بقت ابسط، فكل ما هدرب نفسي وهطور نفسي اكتر في المجال كل ما هلاقي فرص، هتحلي فرص عمل اكتر. طبعا الشركات دلوقتي كلها بتنزل الاعلانات بتاعت التوظيف بتاعتها عن طريق الانترنت، الاونلاين فانا لو مش عارف استخدمه مش هعرف الاقي فرصة عمل. ده، في طلبة دلوقتي بيخلصوا دراستهم كليات بعيدة تماما عن التكنولوجيا والبرمجة وبياخدوا دورات وكورسات في البرمجة وبيخشوا كمان علشان أصبح كل وظيفة. يعني ما ينفعش دلوقتي في دكتور ما بيعرفش يستخدم كمبيوتر، ما ينفعش مهندس ما بيعرفش يستخدم كمبيوتر، أصبح داخل قاسم مشترك في كل الوظائف ده إذا ما كانتش هي مهنته الأصلية. انا عايز اقول لحضرتك ان حاليا يعني مطلوب من الشخص ان هو يبقى مؤهل عالي او يدرس كويس، بس هي حاليا بقت اهم من الشهادة الدراسية، بالظبط. يعني التكنولوجيا كل حاجة دخل فيها التكنولوجيا دلوقتي، احنا هي التكنولوجيا عبارة عن ايه، احنا كل حاجة في حياتنا دلوقتي تكنولوجيا، ايوه. يعني ابسط مثال المواصلة اللي بنركبها تكنولوجيا، يعني ما كل حاجة في حياتنا تكنولوجيا دلوقتي. شايف ازاي حضرتك التوسع بالنسبة للجامعات في كليات اللي بتبحث عن التكنولوجيا والبرمجة والكمبيوتر ساينس والعلوم الخاصة بالتكنولوجيا كلها؟ والله هو ده المفروض يتم، يعني المفروض يعني يبقى تخصصاته تزيد في الكليات، لان خلاص هو الحياة دلوقتي، يعني ما من غيره ما الحياة بتقف، يعني ما فيش، كل حاجة مربوطة ببعضها دلوقتي عن طريق التكنولوجيا والانترنت
لما بيقف في مكان معين دلوقتي ممكن يعطل شغل شركة كاملة بسبب صحيح الإنترنت صحيح. طيب ايه احدث الوظائف دلوقتي او الفرص المتاحة في سوق العمل بالنسبة للشباب المرتبطة بالتكنولوجيا؟ والله مثلا يعني لو ما لقيتش مثلا شركات منزلة إعلانات توظيف، ممكن أنا أبدأ عن طريق إن أنا أخد دورات في مجال معين أتخصص فيه. يعني مثلا زي ما قلت لحضرتك في البداية، أبسط حاجة دلوقتي الشباب بيستخدمها لأن شرحها موجود على اليوتيوب، شرحها متاح، مصممين الجرافيك دي هم اشهر حاجة يعني دلوقتي. اكتر حاجه مستفيدين من التطور التكنولوجي، لان هم بيخشوا بياخدوا دورات تصميم الجرافيك وبيعرفوا يسوقوا المنتجات بتاعتهم. هي اكتر حاجه شغاله اونلاين دلوقتي، يعني دي ابسط حاجه لو انت مش لاقي مجال في شركه مثلا، او ممكن تستخدمها في صناعه محتوى، بس محتوى هادف، محتوى كويس على اليوتيوب مثلا. بنشوف حتى في الشركات الكبيرة دلوقتي في البنوك وفي كل المجالات اللي بتعتمد على البرمجة والتكنولوجيا، بنلاقي مهندس البرمجة اللي هو الاي تي اللي بيكون موجود في اي شركة هو بيعتبر من الاعضاء المهمين جدا داخل اي شركة، لان هو اللي بيعمل مثلا برامج مضادة للفيروسات، بيعمل حماية للبرنامج اللي موجود ده، بالاضافة لتدريب الموظفين على استخدام التكنولوجيا. شايف العنصر ده ازاي ممكن يكون موجود في اي شركة وازاي ممكن نطور منه كمان؟ عن طريق التدريبات، أي تطوير في مجال التكنولوجيا تدريب، تمام تدريب، بحث على الإنترنت، كل ده متاح في مجال التكنولوجيا. ومفيش معلومة مش مفيدة في مجال التكنولوجيا، يعني لازم أدخل كل ساعة أبحث عن حاجة. يعني أنا كل دقيقة، كل ساعة، طول ما أنا قاعد مش شغال، بدخل وببحث ايه الجديد في المجال بتاعي، ايه اللي ممكن اطور بيه نفسي، ايه التدريب المتاح اللي ممكن استخدمه، ايه اللي يعني هو ده التطوير اللي انا ممكن اعمله للاي تي اللي موجود عندي في الشركة. ده كمان ابتدت تظهر كمان وظائف جديدة، فكرة الصيانة للأجهزة وصيانة أجهزة الموبايل والكمبيوتر أي حاجة تخص التكنولوجيا ابتدى الشباب يتخصص فيها ويتعلم دراستها، وابتدينا نشوف مراكز صيانة كبيرة جدا بتهتم بالمجال ده. عشان بقى اسهل عن طريق الانترنت، سهل كل حاجه زي ما حضرتك ذكرتي، ان هو ممكن ادخل على جوجل ابحث عن صيانه الموبايل مثلا، هيظهر لي فيديوهات كتير، انا ممكن من الفيديوهات دي اشتغل بيها، يعني ممكن اطور نفسي من الفيديوهات دي واشتغل في المجال. يعني انا لما ابتديت في المجال بتاعي قبل ما اخد دورات على ارض الواقع، الدورات بتاعتي والتدريبات اللي خدتها كانت اونلاين كلها، طورت نفسي عن طريق اليوتيوب، عن طبعا طريق التدريبات احنا بنعمل اجتماعات اونلاين دلوقتي، احنا عن بنعمل طريق خلاص كل حياتنا من اونلاين. التدريبات اللي موجودة على الانترنت. وبعدين بدأت في دورات في مراكز، الدورات هي احيانا اهم. الدولة موفراها بشكل كبير، وزارة الاتصالات عاملة شغل هايل في انه تطوير وتدريب الشباب، وبتعمل منح دراسية للشباب اللي ممكن يتعلم برمجة وتسويق الكتروني، وابتدينا نشوف فعلا في الفترة الأخيرة شباب كتير استفادوا منها. يعني مثلا وظيفة حضرتك كمطور نظم تطبيقات، عايزين نلقي الضوء عليها كوظيفة جديدة يمكن الناس ما سمعوش عنها قبل كده. والله هي ليها كذا كذا قسم، يعني جوه مطور نظم التطبيقات في كذا قسم، في مطور مثلا ويب، يعني مطور صفحات انترنت كتصميم للصفحة، يعني ايه مطور؟ يعني بيطور الحاجات القديمة الموجودة؟ ممكن ان هو يكون ديفلوبر، يعني يكون هو المنشئ بتاع الصفحة نفسها، ممكن يكون مصمم تطبيقات موبايل، ممكن جوه مطور نظم يكون مصمم جرافيك، يعني مصممين الجرافيك برضو بيكونوا جوه تطبيقات المطورين التطبيقات ومطورين النظم، يعني حضرتك ممكن تنشئ تطبيق ما يكونش موجود اصلا ما يكونش وحضرتك موجود اصلا. توجده. تطبيق موبايل، تطبيق كمبيوتر، ممكن انشئ صفحة ويب كاملة، ممكن اكون ديزاينر، مصمم جرافيك. دي بقى الوظائف المطلوبة جدا دلوقتي، ودي اللي الشباب كمان بيقبل عليها وبيحب دراستها. بس هل هي يعني هتستمر معاه طول الوقت وطول عمره، ولا هيبقى برضه في الآخر محتاج لتخصص معين بعيد عن الكلام ده؟ لا، هو لو طور نفسه، هو ما حدش بيوصل يعني في المجال بتاع
التكنولوجيا ده ما حدش بيوصل، ما لهاش سقف، لان هي عامله زي البحر، ما لهاش يعني هي سقف واسعه وكل يوم فيها جديد. مهما كان تخصصه ومهما كان هو واصل لمرحله يعني ادفانسد او مرحله بروفيشنال، خلاص لا برضو ما هو ما وصلش للنهايه، وبعدين هي المستقبل كمان. ما لهاش سقف. فهو لو طور نفسه فيها قوي مش هيحتاج حاجه جنبها، يعني مش زي ايه التطبيقات اللي حضرتك بتشتغل عليها وممكن تفيد الناس؟ ممكن تطبيقات موبايل، بننشئ مثلا تصميم لصفحات الويب، تصميم جرافيك، لاني اصلا تخصصي في مطور النظم ديزاينر، فبننشئ ديزاينات لصفحات الويب، بننشئ ديزاينات لصفحات لتطبيقات الموبايل، ممكن ننشئ تطبيقات موبايل نفسها. شغلك عملي اكتر. كلمة أخيرة أو نصيحة تحب تقدمها للشباب وإحنا بنختم لقائنا النهاردة؟ انه يبحث كتير، يطور من نفسه كتير، يدور، كل ما هو بيدرب نفسه وبيطور نفسه هيعرف يدور او هيعرف الاماكن اللي يدور فيها على فرص عمل، لانه ممكن يدخل يبحث على جوجل فيلاقي ان هو يعني مش عارف الصيغة اللي يبحث بيها على جوجل، او يبحث في مواقع مثلا وهمية كتير، ولو هو مش عارف او مش فاهم في المجال ممكن يدخل على المواقع دي ويتخدع في حاجة زي كده، لكن لو مطور من نفسه بيتدرب كتير وبيبحث كتير هيعرف يلاقي فرص عمل كويسة دي. احنا بنشكر حضرتك جدا، شرفتنا ونورتنا النهارده، وبنشكر مهندس احمد محمد ابراهيم مطور نظم تطبيقات. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا حبيبي، شرفتنا. شكرا شكرا. مشاهدينا، بنوصل مع حضراتكم لختام حلقتنا النهارده، هنقابلكم على خير ان شاء الله يوم الخميس القادم، يوم السبت اسره جديده ويوم جديد من ايام حياتنا. في النهايه بنقول لكم ارق تحيات اسره البرنامج وتحياتي، شكرا لكم والى اللقاء.